وينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد رجب صقر، الرسام والفنان التشكيلي والمشرف عن المعرض العام للفنون بمصر. أهلا بك دكتور أحمد معنا. المعرض العام هو تظاهرة مهمة للمشهد التشكيلي منذ عام 69 من القرن الماضي في مصر. كيف تبدو الحركة التشكيلية وما التجارب الجديدة الملفتة هذه السنة برأيك؟ أولا أنا بشكر سكاي نيوز العربية على الدعوة الكريمة لإلقاء الضوء على هذا التظاهرة التشكيلية الكبيرة واللي بدأت سنة 69 زي ما سيادتك نوهت، ودي الدورة يعني احنا بنتكلم في 53 سنة يعني بتقام هذه التظاهرة، وهي شاهد على الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة وعملية رصد لتطورها في خلال ال50 سنة الأخيرة. الحقيقة المعرض العام أو المعرض القومي العام هذا العام لاقى إقبال كبير زي ما سيادتك نوهت، 332 فنان، عندنا 452 عمل في صالة واحدة، أفكار وتقنيات وأساليب مختلفة. هي وجبة دسمة، وجبة بصرية وتشكيلية وفكرية تقدم لمحبي وجمهور الفن التشكيلي المصري والعربي أيضا. ذات مصر المعاصرة هو عنوان معرض هذه النسخة. ماذا يخفي الشعار وراءه دكتور أحمد؟ نعم، الحقيقة أنا لما اخترت هذه التيمة دايما إحنا كفنانين تشكيليين كل منا له ذاتيته الخاصة، ولكن هذه الذاتية الخاصة هي بتستمد روافدها من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ومن البيئة اللي إحنا تربينا فيها ومن المناخ المحيط بينا بصريا وفكريا. وبالتالي أنا تخيلت أن هذه الذاتيات ل 320 فنان بتشكل جزء من ذاتية الوطن أو ذاتية مصر المعاصرة، لأن هؤلاء الفنانين جميعا عايشين في الوطن وبيعبروا عن أحلامهم أو أفكارهم أو انطباعاتهم، كل بأسلوبه وكل بالتقنية اللي بيجدها أو بيحبها. فأنا بقول الذاتيات الصغرى دي تشكل ذاتية الوطن الكبيرة تشكيليا يعني أو بصريا نقدر نقول. ثمة نقاش كبير بشأن نعم من هنا جاء المسمى بالفعل، ولكن ثمة نقاش كبير دكتور أحمد بشأن طغيان الأعمال الحدثية على حساب الفنون المعاصرة، تهميش بعض الفنون لصالح أخرى في هذا المعرض. كيف ترى أنت كل هذا الجدل؟ والله هذا الجدل يثار كل عام وهذا دليل نجاح، لأن أنت حضرتك دي زي ما قلنا أفكار ورؤى ل 320 فنان، اخترناهم من حوالي 500 فنان أو يزيد، وبالتالي أنا بعتبر عملية إذا يعني عملية الجدل وعملية النقاش ده دليل على المعرض حقق الغرض منه، لأن لازم يبقى فيه حوار فكري وتشكيلي مصاحب لهذه التظاهرة. يمكن أنا بختلف مع حضرتك إن الأعمال الحداثية تراجعت في هذه الدورة، ويمكن إحنا لو بصينا لل 320 فنان هنلاقي 3 تقريبا اللي قدموا أعمال حداثية وتتماشى مع بعض يعني الرؤى أو الأفكار اللي هو بنسميه الفن المفاهيمي، وهتلاقي سنهم حتى يعني يقارب ال80، ودي عاوزه دراسه الحقيقه وعاوزه ندوه. ان جرت العاده ان يكون التمرد من الشباب والاعمال الحداثيه من الشباب. فوجئنا في هذه الدوره 3 اعمال انستليشن او تجهيز في الفراغ للفنان الكبير عصمت الدوستاشي، وده قارب على ال80، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وهو من الفنانين الكبار وله باع طويل في هذه الأساليب. وعندنا سيادة السفير الفنان يسر القويدي طيب. برضو قدم عمل في هذا الاتجاه، ثم أحد الفنانين من جيلي الأستاذ يوسف ليمود وهو فنان مصري عايش بسويسرا، مقدم عمل رائع جدا 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 في هذا الاتجاه. يعني هناك تنوع في الأساليب وانتقال دكتور أحمد. الحداثية تراجعت. نعم تراجعت، مفهوم هذه النقطة. يعني هل نعم. ترى أنه حضور التكنولوجيا يخدم نعم. الفن التشكيلي أم يقلص روح الإبداع في النهاية؟ بالعكس، أنا أعتبر أي تطور تكنولوجي أو تشكيلي يعني تقنيات حديثة بتؤدي إلى عملية إسراء الفن التشكيلي بصورة أو بأخرى. طبعا ده بتختلف من ثقافة لفنان لآخر، وبتختلف من خبرات فنان لآخر، وبتختلف من خلال توظيف الفنان لهذه التقنيات لتقديم جملة تشكيلية مختلفة عن الآخر. يعني احنا اعتقد لو بيكاسو عايش حاليا او هؤلاء الفنانين وعاصروا هذه الطفرة في التكنولوجيا بالتأكيد كانوا هيوظفوها في اعمالهم، فانا اعتبر ده بيضيف نعم. طالما يعني يستغل ونقدر تقدم به جملة تشكيلية مختلفة وتختلف عن العصور الأخرى. أنت يعني لازم تعبر عن العصر اللي أنت عايش فيه وتستغل هذه الأدوات طيب. لإضافة جملة جديدة يعني. نعم. الدكتور أحمد رجب صقر الرسام والفنان التشكيلي والمشرف عن المعرض العام للفنون بمصر، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.